إذن مشاهدينا الكرام، بشأن واقع بيئة الاستثمار في العراق والانتقادات الموجهة للحكومة، معنا عبر سكايب دكتور صباح اللو الخبير والباحث الاقتصادي. مرحبا بكم دكتور صباح معنا. أهلا ومرحبا بكم. حياك الله. إذن دكتور، برأيكم لماذا لم يستطع العراق أن يكون بيئة آمنة للاستثمار بعد كل هذه السنوات، بعد أكثر من 20 سنة منذ عام 2003 وحتى الآن؟ تحية لكم ولمستمعيكم ومشاهديكم. حقيقة العراق نتيجة لعسكرة الحياة منذ 2003 ولغاية الآن، وتترسخ بشكل أكبر بوجود حالة من حالات التدخل في الشؤون الاقتصادية والمالية بشكل جوهري وأساسي من قبل من يمتلك السلاح. هذا هو الجوهر الأساسي المعيق حقيقة لكل شكل من أشكال رأس المال الاستثماري الذي ممكن أن يدخل إلى العراق لعمل مشاريع استثمارية حقيقية. ولكن غياب التخطيط أيضا، يعني لغاية الآن موازنة 2023 لم يتم إطلاقها، ونحن في الشهر العاشر، غدا 11 ذكرى انتفاضة 2019، والتي كان أحد الجوانب الأساسية وجوهرية لهذه الثورة وهذه الانتفاضة هو عامل الفساد والوضع الأمني وانتشار السلاح وغيره. هذا هو الأساس الذي يكون عائقا وحاجزا كبيرا أمام أي شكل من أشكال عمليات الاستثمار. ولكن كلمة السيد السوداني في الأمم المتحدة ومحاولاته لجذب الاستثمار إلى العراق حقيقة ما هي إلا وسيلة إعلامية انتخابية قادمة لا تغني ولا تسمن من جوع في مسألة تنمية العراق. طيب، وحل أزماته الخانقة. إذن يعني تأثير الفساد الحكومي والحزبي على البيئة الاستثمارية في البلاد هو باعتقادكم السبب الرئيس لهذه المشكلة؟ بالتأكيد الفساد أصبح شبه مشرعا، يعني حاليا كل أشكال المراجعات المتابعات لمسائل الاستثمار يتم عمليات وجود عراقيل وتعقيدات وعمليات ابتزاز وغيرها. ولكن يجب أن نعلم كي يقول السوداني نحن قدمنا شكل من أشكال التعديلات على قانون الاستثمار وهيئة الاستثمار، هناك إجراءين تم التأكيد عليهما ولكن لغاية الآن لم نحصل على نتيجة إيجابية لتطوير وجذب الاستثمار، وهي منح البنك المركزي والمصارف الحكومية والمؤسسات المالية المستثمرين العراقيين والأجانب قروضا مالية في حال إنجازهم 25% من المشروع. وهذا كيف يتم دون وجود تسهيلات؟ المادة الثانية التي أكدها عمليات التعديلات في التسهيل للاستثمار استكمال الهيئة الوطنية للاستثمار بالموافقات المطلوبة منها، ومنها تخصيص الأرض. ونحن نشاهد في الإعلام يوميا طبيعة الصراع الموجودة لأصحاب الأرض أو من يمتلكها أو عملية التخصيص التي لا تعطي الإمكانية بالبدء بالمشروع وتتم عمليات الابتزاز بكل أشكالها، ومن ضمنها من يحمل السلاح يعمل على ابتزاز الشركة التي تقوم بإنشاء مشروع ما على أرض لم تتأكد من ملكها. هذا هو الجانب المهم أيضا، إلى جانب ما تفضلت به من التسهيلات للمستثمرين، تسهيلات مالية، ولكن الجانب الأمني، جانب الاستقرار. السوداني وعد بأن تكون هناك تحسينات محتملة
في هذا الجانب، جانب الأمن والاستقرار في العراق، لكي يجذب المستثمرين إلى العراق بأن يجعل البلاد جاذبة للاستثمار الأجنبي؟ هل يمكن تصديق هذا الوعد برأيكم؟ بالتأكيد لا يمكن، لأن أنت لم تتخذ إجراءات في الحد من عملية انتشار من يحمل السلاح، وكل يوم أمامنا حالة من حالات التراشق بأنواع مختلفة من السلاح، سواء بين عشيرتين أو بين عائلتين أو قبيلتين أو بين ميليشيات وأخرى، وهذا شكل إن خطورة كبيرة جدا في أن المستثمر يدرك أن الواقع الأمني والبيئة غير مهيئة لدخوله إلى العراق والعمل على الاستثمار. جانب آخر ومهم أيضا جدا، لم تطلق الموازنة ما هي استثماراتها وأين التخطيط للمشروع التي أطلقوا عنه في بداية العام الحالي، وهو خط التنمية. هذا خط التنمية عن ماذا؟ أين المخططات وأين الدراسات الحقيقية لهذا المشروع؟ يقولون أنه نعمل على ربط سككي من جنوب العراق حتى شماله مع كل دول الجوار، ويساعد في عمليات التنمية التجارية وكذلك أيضا الصناعية ونقل البضائع وغيرها. هل أن العراق أصبح سوقا فقط للبضائع للدول سواء المجاورة أو غيرها؟ هذا جانب كبير جدا، لم تتحدث الموازنة في استثمار الجانب الصناعي والزراعي المتردي على مدى 20 عاما، والذي لا يشكل أكثر من 1.5% في الإجمالي المحلي السنوي للعراق. هذا جانب خطير جدا. حولوا البلد في هذه السياسة والوعود الكاذبة حقيقة إلى بلد ريعيا، لم نقل 100% وإنما 95 أو 96%، ونلاحظ أن السيطرة الكاملة على كل شكل من أشكال الإيرادات خارج النفط ليست بيد الحكومة. إذن شكرا جزيلا لك عبر سكايب دكتور صباح الله الخبير والباحث الاقتصادي.